موضوع تاني بقى عايزين نتكلم فيه، واعتقد ان هو يعني مهم جدا لكتير من الناس اللي بتعتمد على هذا النوع من الاواني، القلايه الهوائيه او الاير فراير، حاجه من الحاجات اللي ناس بتعتمد عليها في تجهيز اكلات كتير، لانها طبعا سريعه ما بتستخدمش زيت تقريبا، صحيح. او بتستخدم زيت بنسب قليله جدا، وكانت حل لطيف قوي للي بيحب ياكل صحي، للي بيحب ياكل يقلل من وزنه، او للي عنده يعني خطه صحيه في اكله. في دراسه امريكيه حذرت من بعض انواع الاير فراير، وقالت انها غير مطابقه للمواصفات. كمان الاستخدام المتكرر للاير فراير قالت انه قد يتسبب في اصابه عدد من السيدات بسرطان الثدي، او ده واحد من اسباب اصابتهم بيه. دي الدراسة اللي كانت موجودة، ودي دراسة صادمة. أنا مش عارفة يعني، بالنسبة لي على المستوى الشخصي والله ده وانا كمان شيء موتر جدا يعني. والله صح صحيح زي ما منى قالت، يعني هي الكل كان يعني بيعتقد احنا ان ما صدقنا، تعودنا على طعم الاكل فيها وانبسطنا، وهي ولقيناها فعلا لطيفه ومنجزه والاكل خفيف، وانت عارف تاكل وتنبسط، صحيح. وحاجه بس ظريفه لو جدا. بصيت لتفاصيل الدراسه هتلاقي ان هي بتقول بعض انواع الاير فراير، وبتقول ان انت ما تسيبش القلايه بتاعتها بشكل من غير ما يبقى في ورقه زبده او بيبقى في حائل ما بينها وما بين الطاسه اللي بتخش. هتحل لنا المشكله يعني الدراسه خلينا نعرف برضه. التفاصيل. الدكتور سعيد حماد استشاري تغذيه في المعهد القومي للتغذيه على الهاتف معنا. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضراتكم. ايه خطوره الاستخدام الدائم والمستمر للقلايه الهوائيه المعروف بالاير فراير دون تنظيفها، او دون وجود حائل ما بين الطاسه اللي فيها او الحله اللي فيها وما بين اي شيء يبقى موجود يعني يحول بينها وما بين ده؟ تمام. اولا يعني اضافه لكلام حضرتك، هي حاجه من الحاجات او اداه من الادوات اللي كانت ثمار ثوره من التكنولوجيا تحقيق. وتقدم رهيب جدا في فن الطهي واعداد الطعام بكميه اقل من الدهون، وبالتالي هيصبح اخف ويصبح اكثر صحه واكثر مناسبه لانظمه غذائيه كتير. ولكن الاصل فيها هو الاستخدام الطارئ او الاستخدام غير المتكرر، يعني بمعنى اصح الخطر اكثر يكمن في كثره الاستخدام او الاعتماد عليها اعتماد كامل. وبالتالي عمليه القلي في حد ذاتها هي واحده من الطرق الطهي اللي بنحاول دايما احنا نقلل من الاعتماد عليها في غير وجود الاير فراير. وبالتالي في وجود الاير فراير نقدر نعتمد عليها بشكل اكثر شويه، ولكن ليس معنى ذلك هو التكرار والتكرار في الاستخدام لكل الاغذيه. لا يعني طب خلينا محددين، لان برضو ايه الكلام يعني ايه مش الدراسه الامريكيه قالت ايه يا دكتور؟ طيب حذرت من ايه تحديدا؟ ايه هي الانواع اللي حذرت منها، وايه هي الحالات اللي قالت ان هي ممكن تسبب سرطان؟ اولا الملامسه لجدر القلايه الهوائيه دي ووصول اجزاء من الطعام للون البني او لدرجه الاحتراق زي ما احنا بنقول، ده بيكون ماده تعرف باسم الاكريلاميد، ودي من ضمن الحاجات اللي هي تعتبر مسرطنه او تعتبر اللي هو الحريقه او الاشياء السوداء لما الجلد يسود. ايوه بالظبط. وفي نفس الوقت نتيجه التقنيه لو حضرتك حاطط فيها يعني اجزاء سميكة شوية، الغلاف الخارجي أو الجزء الخارجي بيتم طهيه بشكل كويس وأحيانا يصل لدرجة الاحتراق كما ذكرنا، والجزء الداخلي ما بيتمش طهيه بشكل جيد. وبالتالي هنا نيجي لنقطة تؤثر على القيمة الغذائية وتؤثر كمان على الحمل الميكروبي لبعض أنواع الأغذية، وبالتالي قد تكون ضارة في هذا الأمر. الفكرة هنا أو اللي عايزين نقوله وليس بشكل عام هو أنها تستخدم وهي صحية، مفيش خوف منها، انما اللي حذرت منه الدراسه اللي حضرتك تذكرها واللي منتظر حتى ان الابحاث كمان تتوالى في هذا الامر، هو كثره الاستخدام في كل الاغذيه واعتماد عليها بشكل اكثر من يعني من منتظم، يعني بحيث ان ما تبقاش كل الحاجات حضرتك خلاص طالما عرفت ان هي صحيه فكل الحاجات بتطهى فيها بشكل او باخر. يعني الاسراف هو هنا المشكلة. ملامسة الغذاء أو المادة الغذائية لجسم القلاية ده برضو واحدة من الحاجات اللي يجب ننتبه عليها، زي ما يمكن يبقى في حائل برضو الأجزاء نفسها تبقى يعني سمكها أقل عشان تضمن طهيها من الخارج ومن الداخل، ضبط الزمن بتاعها، اتباع التعليمات اللي بتقول عليها الشركة المصنعة أو اللي دايما حضرتك بتجيبها معظم المستهلكين، وده يمكن حاجه من الحاجات اللي تحتاج رفع الثقافه فيها،
ما بتقراش التعليمات بشكل كامل، ما بتمشيش على الخطوات اللي بتتقال بشكل كويس، وبالتالي تنفيذ الخطوات دي يقلل من الضرر. ايوه يا دكتور، بس خلينا نقول ان هو مش هتختلف كتير عن الفرن، يعني اللي بيتبع نهج الاسلوب الصحي اللي هو بيبتعد عن الاليه يعني او استخدام الزيت في التسويه مش هتفرق كتير. احنا كنا يعني بنقول عليها باللغه البلدي مقرمشه، الطبقه المحروقه دي اللي حاجه المقرمشه. أيوة الموجوده على الجلد اللي كلنا بنحبها دايما بتبقى موجوده في الشوي وليس في الفرن. في الفرن دايما هتبقى استوت، اخذت اللون الذهبي الفاتح وضمنت تسويتها، لكن وتوصل للحرمشه بقى او الحاجه الكامله اللي متعودين عليها. انما تصل الى اللون البني او تصل الى احتراق بعض اجزائها، هو هنا هتبقى المشكله، سواء كانت في الفرن او سواء كانت عن طريق الشوي المباشر او عن طريق التحمير في الزيت الغزير او عن طريق حتى استخدام القلايات الكهربيه الهوائيه او الاير فراير، هتتكون الماده المسرطنه بالاضافه لبعض المواد الكيميائيه الاخرى اللي ممكن من الحاجات اللي بتؤثر على الجهاز المناعي. وبالتالي هو التحذير هنا بشكل كبير في الدراسه اللي حضرتك بتذكرها او حضرتك بتذكريها دايما من النقطه دي. لكن مع الاستخدام الجيد والمعتدل وليس يعني الامر اعتقد ان هو واضح، اخطارها هتكون اقل بكتير جدا. طيب خلينا نتكلم بالبلدي كده، ورقه الزبده اللي بتتحط في الطاسه بتاعه الاير فراير او الوعاء البلاستيكي اللي بيتحط بيمنع ما بينها وما بين السيليكون بالظبط، هل ده يحول دون ده؟ لان انا اللي فهمته من حضرتك طبعاً ان ملامستها لجسم الطاسه نفسها اللي بتخش وتخرج. هيمنع بقى الاحتراق اللي حضرتك بنذكره ده، هيقلل جدا منه. يعني هو الحل ورقه الزبده او السيليكون. هيبقى افضل، ده هيبقى افضل طبعا طالما متاح، وده هيقلل بقى من عمليه الاحتراق اللي احنا بنحذر منها عشان تكون الماده المسرطنه والمواد الهيدروكربونيه الاخرى. طب ليه حضرتك قلت يعني استخدامها بشكل متكرر؟ معنى ذلك ايه؟ يعني الاعتدال في الاستخدام، يعني حضرتك في طبيعه الحال نرجع بقى هنا يمكن هنبعد شويه عن النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها كاير فراير، الاصل في الغذاء هو التنوع. وبالتالي انا مش هاخد كل الحاجات فراينج حتى لو كنت بستخدم الاير فراير. وبالتالي كوني اعتمد عليها بشكل كثير في الافطار واصناف الافطار واصناف الغذاء واصناف العشاء مثلا على سبيل المثال، هيبقى ده مدعاه لان انا اخد الضرر بشكل اكبر. حتى لو حطيت سيليكون او ورقه زبده نفس الكلام، يعني ده هيقلل الضرر برضه بشكل اكبر بشكل افضل. اكيد هيقلل الاعتدال في كل شيء هو الافضل. يمكن الفكرة ان انا اعتبرها واحده من ادوات الجيده. أيوه. اللي موجوده عندي وليست هي كل الادوات، لان يمكن يعني اشرتم في بدايه الكلام ان معظم الاسر بتعتمد عليها بشكل اكبر، نقل فيها حاجات في الفطار وفي الغداء وفي العشاء، حاجات زي البطاطس حاجات، وبقى اصبح هناك تكرار لاستخدام هذه الاصناف على اعتبار انها صحيه 100%. صحيح. اكيد صحيح. يعني الاعتدال هو الافضل. كل الشكر ليك الدكتور سيد حماد استشاري التغذيه بالمعهد القومي للتغذيه، شكرا جزيلا لوجودك. نعمل ايه يا منى؟ طيب يعني ناخد بالنا وخلاص بقى، حتى الاير فراير مثلا معلش بقى هنعمل ايه؟ ان شاء الله كل حاجه هتبقى جميله. بس الاير فراير انا عن نفسي بستخدمها في البيت، يمكن هعدل من طريقه استخدامي زي ما الدكتور بيقول، لان احنا بنستخدمها يعني بشكل دائم متكرر ودائم واعتمدنا ان هي تبقى صحيه طبعا. يعني احنا حتى الدراسه دي بيقولوا ان عليها دراسه صادمه، لان احنا قلنا ان الاير فراير دي هي البديل او الحل عن الزيوت المهدرجه واي زيت بنقلي بيه، ف حتى دي قالوا ان فيها اخطار، ولكن زي ما قال الدكتور باعتدال، وزي ما قال يبقى في حائل ما بينها وما بين الحاله اللي بتخش فيه الاير فراير.